هاد الناس هادو اللي تيخدموا في هاد الشركه هادي اللي راكم شفتوها كاملين بكم الظروف اللي تيشتغلوا فيها دوك الناس وكيفاش ان ديك المعمل مديور تحت فيلا وفي لاكاب يعني راه بلاش ترى الانسان يهبط فيها راه يقدر يغرق. الظروف اللي تيشتغلوا فيها عاده العمال ديال القطاع ديال المناسك ديال الخياطه كتكون شويه ماشي تلهيه وكيتم استغلالهم بشكل كبير خصوصا في المعامل اللي كتكون خارج الاطار ديال الاحياء الصناعيه اللي تتكون في الاحياء تيتم اغلاق الابواب عليهم ويمشي ويحترج يعني راه ربما يوقع غير شي تماس كهربائي يبغيو غير العمال يهربوا ما يلقاوش فين يهربوا بعض الاحيان ما كاينش ديك الابواب ديال الاغاثه. هذه يعني رساله تنقدموها من خلال هذه المنابر هذه للناس المسؤولين باش تتم المراقبه وتكون واحد الصرامه في المعامله مع الناس اللي تيخالفوا القوانين لانهم الهم ديالهم الاساسي هادو هما اللي الشكاير باش نهضروا هكا نيشان هو جمع المال على ظهر داك الضعفاء والبسطاء. وبكوني انا تنشتغل في نفس الميدان ديال القطاع ديال الناس ديال التكنيسيان تنعرف هاد الشيء هذا. واول ما سمعت الخبر بانه راه كاين واحد الضو ضرب مع الماء قلت لهم راه ما كاينش الضو، لو كان الضو غادي يقتل كل شيء ويقدر يقتل حتى الناس ديال الفوق بحكم ان تنشتغل في هذا المجال ديال التكنيسيان ديال الضو مسائل ديال لا ميكانيك وكذا. اذا هنا الفرضيه ديال الضوء ما كايناش، كاين الماء وانتم شفتوا ربما دزتوا تما شفتوا داك الشارع كيفاش انه جاي هابط وبالتالي راه ولا واد وفين غيكب غيكب في داك لاكاب بطبيعه الحال وبالتالي الماء وصل حتى للسقف الناس ما عندهمش حتى العوام راه ما يقدرش يخرج من تما الله يرحمهم والله يوسع عليهم. خويا هاد الناس هادو واش مسولين لهم بحال هاد العمال واش كيسولوا؟ غالبيه الاحيان ما تيكونوش متسويه لهم الاوضاع بشكل تماما، تيكون بالنسبه للناس القدام مثلا خمس سنين الفوق نقدر ندير لك لاسينيسيس، مي الاكثريه وخصوصا هاد المعامل اللي تيكونوا هكا في الاحياء تيكونوا تيشتغلوا هكا في النوار كما تنسميه. شكرا لك. كاين شي مقاييس على مول المعمل؟ مول المعمل تنسمعوا عليه راجل مزيان من شحال هادي الله اعلم به، انا ما تنعرفوش شخصيا مي بحكم تنشتغل في هذا القطاع يعني تنسمع عليه راجل مزيان والعلم بالله والعلم لله. لا راجل مزيان تنسمعوا عليه يعني مع الخدام داير لهم الوراق ما داير لهمش ما تنعرفوش شخصيا وما تنعرف حتى شي حد زعما خدام تما. بقاو فينا هذوك الناس مشينا شفنا ذاك المكان مشينا شفنا الله يرحمهم الله يغفر لهم هادشي اللي كاين ما كاين مشكل. خصوصا دابا وصلتنا بلي عندنا سيده مشات تخدم قال لك راه ماتت في الفيضان. شنو ساعه وصل لكم الخبر نتوما تقريبا؟ وي ديك الساعه ديك الساعه حنا دابا شوف حسينا في دارك وكيجيك الخبر عيب من خلال الفيسبوك في دارك وشي فيسبوك لا تعرف التليفون طنطنطن تعرف انسان في خدام وشركه في خدام طرحت عليك الاخبار شي كيقولي شي التليفون كلشي كيوصل. شنو الظروف ديال العمل ديال هاد العاملات اللي الظروف ديالهم انت كتعرف انت تشوف غير الظروف في الانسان في خدام هذاك السلطان وهذاك السلطان وهذ الخدمه هذاك السلطان مشيت الخدمه هذاك السلطان وهذاك الشركه هذيك اللي خدام فيها اكثر من 100 هذاك الشركه شحال ديال الناس خدامين تقريبا؟ اكثر من 100 اكثر من 100 وكاملين كانوا الصباح تما كاملين هذوك الناس الفوق مساكن وذوك الخدامين في الواجهه هما اللي تنقضوا والناس مساكن والناس مساكن اللي نقضوه على المواطن عادي هما اللي نقضوا مواطن عادي هو اللي نقض. اما ذوك لامبيلاس هما جورا لك ساعه ودابا انا ساعه ونص ولا الساعه عاد جاو يعني يموت والعيش يعيش. شكرا على والدك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.